السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه، اموركم هانيه. كي داز العيد مع الوليدات نتمنى نشتو وشفتو الحباب. البنات، تحت الطلب ديالكم طلبتو مني وصفه لانقاص الوزن، وسولتوني كيفاش درت تطيحت البوا. هاد الوصفة خطيرة بزاف وكتعطي النتيجة من الأسبوع الأول إلا تبعتوها تبعوا هادشي اللي غنقول لكم بأدق التفصيل. كيف ما كنعرفوا عندنا اليازير سلمية بابونج، اليازير إكلي الجبل، سلمية كيقولوا لها باللغة العربية المرمية، والبابونج كيقولوا لها الوردة الصفراء وشي حاجة بحال هكا. المهم بابونج كيقولوا لي واحد السميه مشات ليا البنات. المهم اليازير زوين بزاف، المصيرنات كيحيد لينا الدهون من المصارن، كيداوي لينا المعده الا كانت عندنا قرحه المعده ولا عندنا شي تعفن في المعده. زوين بزاف، كيطول الشعر، ماشي هو غير لا رشيناه على الشعر وشنو كيدير، عساك الا شربناه. سلميه عندها فوائد زوينه بزاف، كتقاد الدوره الشهريه، كتقاد الهرمونات، كتساعد على الانجاب. فراسكم البنات، السلميه كانت الطبيبه قالت لي ما عمرك تولدي، اقسم بالله العلي العظيم ثلاثه الاطباء قالوا لي ما عمرك ما تولدي. انا قلت صافي عندي جوج الوليدات الله يجعل البركه. كنت كنشرب سلميه باش نطيح البوا، اقسم بالله من الشهر الاول حملت وما عرفتش كيفاش، والطبيبه كيقول لي مستحيل كيفاش انت تولدتي، قادت لي الهرمونات ما عرفت شنو دارت لي حتى حملت. قسما بالله ولدي دابا عنده عامين الحمد لله. البنات السلميه اللي عندها لا طونسيون كيطلع لها ما نصحهاش تشربها حيت كتطلع لا طونسيون. اللي عندهم طونسيون كيلعب هكا، اما هي راه غزاله عندها فوائد كثيره 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 زوينه. الحاجه الوحيده اللي ما كتصلحش للمالين طونسيون اللي كيطلع ليهم. البابونج كيف ما كنعرفوا كيهدان الاعصاب، كيرخي، كتحسي بالراحه، فحال الفوائد ديالو فحال فحال البيزو زوين للوجه. كديروه في الماء وكتمسحوا به الوجه ديالكم بالقطن، ولا كديروه في بخاخ وكترشوا على وجهكم، فما بالكم تشربوه. هاد ثلاثه المكونات غزالين بزاف بزاف بزاف. المهم كينزلوا الوزن بطريقه عجيبه وسريعه وفعاله 100%، واي وصفه حطيتها لكم مضمونه ومجربه على حسابي. تقدروا ما ديروا ليا لا ابوني لا حتى شي حاجه حتى تجربوا الوصفه، وخليوا ليا كومونتير وقولوا ربي سهل عليا البنات. المهم كناخذوا السلميه كنغسلوها وكننقيوها حيت بعض المرات كتكون فارتيله، كنغسلو بالماء بارد. حتى اليازير كنقيه ونحيدو منه العويدات ونحيدو منه رتيله ولا شي حاجه تكون فيه. كذلك البابونج كنقيه، هادو عندي مازال ما نقيتهمش، شفتو مازال ما منقينش، وزوينين كنغسلوهم بالماء بارد، كنديروهم في كاس المقدار اللي غنشربو وكنخويو عليهم الماء سخون. من بعد 20 دقيقه كنشربوهم بحال هكا. انا مازال ما صفيتوش، ها هو البنات اليازير، البابونج، سلميه. ملي كي نرقدوه بحال هكا في الكاس، نتوما ديروا قرعه فائت ولا روب تاع الماء باش يمكن لكم تشربوها نهار كامل. ها هو كنصفيوه وكنشربوه بالصحه والراحه. قبل الماكله ما كتفيقوا في الصباح كتشربوا كاس على الريق، كاس ديال العنبه على الريق قبل الماكله بساعه الا ربع. ديروا شويه لا مارش ولا غير وجدوا الفطور وجريو في الدار ساعه الا ربع وفطروا. في الغداء كاس قبل الماكله، كاس العنبه قبل الماكله بساعه. في الليل كتاخذوه يعني في الكوتي ديالكم قبل الماكله بساعه، حتى هو خطير بزاف. اتلاحظوا النتيجه من الاسبوع الاول. ما تنساوش تخليو لي كومونتير وترحموا لي الوالدين، اقسم بالله العلي العظيم الا غترحموا لي الوالدين وغتبقاو تدعيو معايا، لان الوصفه مجربه وخطيره. ندوزو البنات الوصفه الثانيه اللي هي
هذه كناكلوها فاش كنبغيو نعسو، هذه حتى كنبغيو نتخشاو في الفراش كناكلوها. كناخدو ياغورت لينيا مسوس، ياغورت لينيا مسوس، كناخدو عصير الحامض كيف ما كتشوفوا، كناخدو سكينجبير. هاد الوصفه ملي كتنعسو عرفتو غير عصير الحامض ودانون اللي ما بغاش يدير سكينجبير عندها فوائد كثيره. دخلوا هاد الوصفات اللي عطيتكم، دخلوا لجوجل وسولوا عليهم قبل ما تجربوهم، راه زوينين بزاف. ما كنعطيكم شي حاجه حتى انا مجرباها، لانني انا كان البوا ديالي 150 كيلو، 146 150 كيلو، والحمد لله الوزن ديالي دابا 72 73، ما كنزلش عليها ما كنطلعش عليها. المهم البنات، اللي ما بغاتش دير سكينجبير مع الياغورت ما ديروش، ما تاخدوش، يعني تكتفي غير بعصير الحامض ودانون. ولكن سكينجبير كيعطي يعني نتيجه سريعه وزوين، كيحيد المنطقه ديال الكرشه. البنات كناخدو الحامض، عصير الحامض كنديروه كنخلطوه في الياغورت ديالنا هكا. كناخدو سكينجبير، انا كثرت سكينجبير اللي يقدر يكثر، علاش لا، حيت انا ما درتش الكاس ديال الياغورت كامل، درت غير النص باش نقدر نتحكم فيه. تقدروا ديروا غير معلقه صغيره، انا كثرت معلقه صغيره ديال السكينجبير، عصير الحامض، سكينجبير، كتاكلوا معلقه صغيره ديال السكينجبير مع ياغورت مع جوج المعالق ديال عصير الحامض، كتخلطوهم مزيان، كتاكلوهم قبل ما تنعسوا، والنتيجه ان شاء الله تكون مرضيه ليكم وليا، وغنفرح ملي غادي تتلقاو نتيجه زوينه وتخليو ليا كومونتيرات. البنات انا كل مره غادي نبدا نحط لكم وصفات غزاله، انا ان شاء الله انزل لكم فيديو ديال الزياده في الوزن، كنت نزلت ديجا واحد ودابا غادي ننزل واحد، جوج المكونات وطريقه استعمال سهله، نجيب لكم هذاك الشيء سهل. نتمنى ديروا لي ابوني، ونتمنى القناة ديالي تعجبكم، وبسلامة، تهلاو في راسكم، وان شاء الله ما نبخلش عليكم ديما الجديد. بسلامة البنات.